الحراس لأن كأس الحراس مستوى عالي عن نجيب علي عن نجيب علي وعن غنيين ولا يدوي وعن التدوير داخل في إطار أنه يفرض لنا الخوف والتنفس يعني تحسوا بين الحاجة لنا في أي لحظة كما يخص طبعا كان العودة ديال المعاد الحسين ديال رحلة الخالق المقارنة مع مباراة أسفي فعملية التدوير يعني مهمة خصوصا في الضغط ديال المباريات وأن يعني لاعبين خسر أكيد يعني في كل مركز خصوصا في الطاهرة يعني حذيفة المراوي إمكانياتهم يعني جيدة أما في الجانب الأيسر أيضا سبحان والعمدي للاعبين ممكن يحطوا في أي إضافة ديناميكية اللي بغينا نخلقوا أنه ما كاينش لاعبين أساسيين بطريقة مطلقة فلذلك كانت هاد الأربعة ولا ثلاثة تغيير زي الحارس مقارنة مع المباراة الأخيرة ديال الدنما ما عندهاش علاقة بالمستوى لأنه المستوى العام ديالنا كان سيء مدابا سيرة يعني زمان ماشي خط المنافس هو عامل خصوصا دائما ما نخافش يعني في الشوط الاول كنا خطوط متقدمه يعني كنا متوفقين نحافظوا على العلو ديال الكتله ديالنا ولا الجو يعني مستوى اللي عالي تمكننا نوصلوا يعني في المرتدات بشكل كبير يعني ثلاثه مرات يعني تقريبا فرص واضحه الشوط الثاني يعني ربما كاين هناك تراجع ديال الكتله اللي خلى انه هذا الوداد يعني استحوذ وخلق فرص يعني ولو انها ماشي واضحه ولكن دائما كانت ديك الاقترابات عندنا الاحساس انه خطر اكيد انه خصنا ان شاء الله نتحسنوا في اننا نحافظوا على العلو ديال الكتله ديالنا طوال المباراه وايضا بدنيين مهاجمين ديالنا خدموا بادوار دفاعيه كبيره في الشوط الاول في الشوط الثاني يعني القراوه ما بقاتش باش نلقاو نخرجوا على المرتدات اللي كانت متنفس لينا في الشوط الاول باش تتريح يعني المجموعه كانت تابعه في الشوط الاول التواصل بيناتنا داخل في اطار المباراه ما يمكنش تكون المؤاخذات الحبيه بيننا وبينهم ومع التصرف ديالنا في بعض الاحتياط وحنا بعض الملاحظات يعني ما كاينش شي حاجه اللي تستحق اننا نتكلم فيها بخصوصها.